مدد 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 شدي حيلك يا بلد ومدد. مساء الخير مشاهدي اليوم السابع مباشر، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج زعيم المحروسه. طبعا زي ما احنا عارفين مفيش حدث دلوقتي يعلو فوق حدث رئاسة الجمهورية والمرشحين لرئاسة الجمهورية، وهو ده يمكن الحدث الأهم والأعم والأشمل في الحياة السياسية حاليا. وعلشان كده احنا هنركز دايما على البرنامج الانتخابي بتاع كل مرشح، وكمان هنجيب رأي الشارع ورأي الخبراء والمحللين السياسيين. كمان هننزل نشوف غير كمان رأي الشارع، هنناقش برامجهم سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الصحية أو كل الجوانب اللي تهم المواطن المصري. طبعا قبل ما نتنقل لكله، أول مرشح معانا هو حمدين صباحي، لكن اسمحوا لنا نطلع لفاصل ونرجع نكمل برنامج زعيم المحروسة. بلدي يا بلدي يا بلدي. ولد حمدين صباحي في 5 يوليو سنة 1954، وكان تخرج من كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم صحافة سنة 1976، وكان حصل على ماجستير في الإعلام سنة 1985، وكان أسس جماعة وكان أسس مركز إعلام الوطن العربي صاعد، وده كان بمثابة مركز تدريبي للصحفيين الناشئين، واللي خرج نجوم بارزين في المجال، وكان دي الانتاجات الثقافية والفنية من ذلك المركز. زي ما قال عن حمين صباحي ان هو اجمل ضحكة لاجمل مرشح. شغل منصب وكيل مؤسسي حزب الكرامة، اللي رفضت لجنة شؤون الأحزاب إشهاره مرتين متتاليتين. كمان ترك موقعه الحزبي في حزب الكرامة تطبيقا لمبدأ تداول السلطة، وده كان في المؤتمر الأخير لحزب الكرامة في عام 2009. وهو حاليا بيشغل عضو لجنة التنسيق المركزية لحزب الكرامة، وكمان بيتولى موقع العضو المنتدب لجريدة الكرامة اللي بتصدر عن الحزب. بلدي يا بلدي يا بلدي. وكمان كان في نائب سابق عن دائرة الحمول والبرولوس سنة 2000 و2005، وما حرفوش الحظ ان هو يكون في 2010 موجود من ضمن عدم الشعب، طبعا نتيجة التزوير اللي شهده عن طريق الحزب الوطني، علشان عملية الانتخابات الرئاسية تتم في سلام وعملية التوريث تتم في سلام. كمان حمدين صباحي سنة 1975 تم انتخابه رئيسا لاتحاد طلاب كلية الإعلام، كمان تم انتخابه رئيسا للاتحاد العام لطلاب مصر. تكملت أنا خالد لكلامك، ساهم في وضع لائحة ترابية ديمقراطية اللي أكبر فيها السادات على وضعها للجامعات، وكانت اللائحة دي سنة 1976 بتنص على حرية أكبر للتعبير وحرية الرأي. وفي سنة 1977 كان من ضمن القيادات الطلابية اللي شاركت في لقاء الرئيس السادات، ويمكن اللي شهد المشادة العنيفة والمواجهة الصريحة ما بين حمدين صباحي والرئيس السادات، واللي دامت لمدة نصف ساعة بحالها، وكان بيشرح خلالها الفكر المعارض للحركة الطلابية لنظام السادات. بلدي يا بلدي يا بلدي. وبعد المشادة الكلامية اللي حصلت لمدة نصف ساعة اللي اتكلم عليها خالد، سنة 1980 اعتقل، وكان أصغر معتقل سياسي اعتقل آنذاك، وكانت قبل حادث المنصة اعتقلوا السادات هو ومجموعة من أصحاب الرأي والفكر. حمدين صباحي في سنة 1982 ازداد الوهج الثوري عنده، وخصوصا في الشارع العربي والشارع المصري، ودوت في أحداث عدة منها غزو بيروت وضرب ليبيا بالطيران الأمريكي وحريق المسجد الإبراهيم وغيرها كتير من الأحداث العربية. وتكملة النضال العربي والقومي، كان من ضمن هو كان يرأس وفد الحركة الوطنية للحركة الوطنية المصرية لزيارة المبعدين الفلسطينيين في مرج الزهور بلبنان، وكان في الزيارة اللي راح فيها لبنان كان فيها الشهيد المقاوم محمود الزهار وعبد العزيز الرنتيسي، وغيرها طبعا كان بيهتم بالقضايا العربية، وغيرها كان من ضمنها الحصار القائم على العراق. سنة 1994 شارك في قصر الحصار اللي كان مفروض على العراق الشقيقة بعد العدوان الأمريكي على العراق. كما عودنا ان دايما في مشاغبة سياسية من حمدين صباحي، سنة 1995 نزل لأول مرة الانتخابات التشريعية عن دائرة الحمول والبرولوس. طبعا حشد الأمن ضده قوة كبيرة علشان خاطر يصعد في الانتخابات، والأمن نجح
فيه ان هو يشد القوى ضده وان هو يقع فعلا في انتخابات 1995. بلدي يا بلدي يا بلدي. كمان برضو حمدين صباحي شارك في سنة 1997 في مظاهرة خرج على رأس آلاف الفلاحين، ودوت بعد صدور القانون العرف إعلاميا بقانون الأراضي الجائر، ودوت اللي كان بينظم العلاقة ما بين المالك والمستأجر واللي تم على إثرها اعتقاله. وسنة 1999 نجح بنجاح ساحق في نقابة الصحفيين، وكان مسك رئاسة اللجنة الثقافية والإعلام. طبعا كمان كان من أفكاره الفكر المصري وتبناه بشكل قوي جدا، ففكر ان هو يعمل اول حزب يتبنى الفكر المصري، واللي سعى فيه لغاية ما تم تشكيل الحزب سنة 2009. أما في سنة 2000 كانت بداية الحياة النيابية في مجلس الشعب للمرشح حمدين صباحي، وده كان أول دخول لي لمجلس الشعب بعد تتويج في انتخابات خضها بجثارة، واتبع كمان منهج برلماني أدهش كل الأعضاء سواء المعارضين أو الحكومة. كمان كان من ضمن الناس اللي رفضت بيانات الحكومة السنوية، وكان أول من كشف عن صفقة تصدير الغاز للكيان الصهيوني. وعلى مدار 10 سنوات هي تاريخ الحياة النيابية للمرشح حمدين صباحي، أذهل كل المرشحين وكل النواب الشعب المصري بقراراته الجريئة. سنة 2003 رفض مجلس الشعب أغلبية ومعارض إن هو يرفع الحصانة عن حمدين صباحي، وحصل النيابة حقت معاه وهو كان معاه الحصانة، ودي تعتبر أول سقطة دستورية تحصل في الحصانة بالنسبة للنواب. وده كان تبني موقف المعارض ضد العدوان على العراق والعدوان الإسرائيلي على غزة. بلدي يا بلدي يا بلدي. في سنة 2005 وفي الانتخابات التشريعية الثانية للمرشح حمدين صباحي، قابل مواجهة شرسة ومنافسة غير شريفة كما وصفها البعض، بأن في حدثت أحداث مؤسفة حيث تدخل الأمن لمنع التصويت لبعض المرشحين أو لصالح بعض المرشحين. ويمكن الأحداث المؤسفة دي أدت لاستشهاد أحد المواطنين، لكن في مرحلة الإعادة قدر أن يحصد أصوات أهل دائرته في البرولوس، وقدر يكسب بمقعد 2000. وسنة 2008 كسر الحصار الأول على اللي كان المضروب به غزة، وقابل رئيس الوزراء آنذاك إسماعيل هنيه. في عام 2009 ويمكن دوت كان بداية الضغط الشعبي والحملات الشعبية اللي طلبت المرشح حمدين صباحي بالترشح للانتخابات رئاسة الجمهورية، ويمكن هو كان فضل انه ما يكونش يبقى فيه مجال للترشح ليه، وانما سعى ان يبقى فيه تغيير في الدستور وفي الحياة السياسية تتيح له وتتيح لكل من يجد لنفسه او في نفسه القدرة للترشح لهذا المنصب انه يترشح، ودوت الفعل اللي قدر يسعى له بالتغيير. في 2010 رضخ حمدين صباحي للضغوط الشعبية ان هو ينزل انتخابات تشريعية لرابع مرة، اللي احنا قلنا ان هو نزل في 95 و2000 و2005 واللي نجح ساعتها في 2000 و2005. طبعا نظرا لعملية تزوير القائمة اللي حصلت من طريق الحزب الوطني والأمن اللي كان متشدد في عملية انتخابية لمنع جمهور حمدين صباحي من ان هو يدلب أصواته، أدى إلى سقوط حمدين صباحي قدام مرشح الحزب الوطني في مسرحية أو تمثيلية من مجلس الشعب كانت معمولة آنذاك علشان خاطر يمرروا قانون التوريث اللي كان المفروض انتخابات رئاسية تتم سنة 2011. أخيرا في 2011 في ثورة 25 يناير المجيدة، كان من ضمن الأوائل اللي أمنوا بيها واللي نزل يوم 25 في بلطيم، وكمل بعد كده المسيرة ووصل للقاهرة وكمل مسيرة الثورة مع الثوار في ميدان التحرير. ويمكن كان من ضمن الحاجات اللي كانت اتحسبت له أو أنصاره بيقولوا إن هي اتحسبت له، إن هو كان من ضمن اللي رفضوا الجلوس مع عمر سليمان نائب الرئيس السابق آنذاك في التفاوض قبل قرار التنحى. طيب تعالوا نروح نشوف أهم المؤتمرات اللي عملها المرشح حمدين صباحي. وهنشوف هيتكلم في إيه، في الصحة والتعليم والبطالة والإسكان والاقتصاد والسياحة. بلدي يا بلدي يا بلدي. لا وحدة للمصريين إلا بتوحيد نظم التعليم في مصر، والتأكيد هذه القيمة يأتي أولا من أن تكون هناك رؤية متفق عليها عبر مجلس قومي للتعليم
لا تدير الدولة منفردة، وإنما الدولة والمجتمع بكل تعبيراته يكون على رأس أولوياته كيف نضع أسس موحدة للمناهج التعليمية في شتى أشكال التعليم، بحيث أضمن اللي هيتخرج من أي مدرسة مصرية أما يخرج منها ويلتقي باللي اتخرج من مدرسة من نوع تعليم تاني، الاثنين يكتشفوا مصريتهم اللي استمدوها من نظام تعليم في منهج حريص على هذه الوحدة. أنا ضد هذا التمييز والعزل والفصل داخل الوطن بتعدد المناهج. اللي عاوز أضمنه أن المصري يجد علاج جيد وأن يتاح له في أي مكان بغض النظر عن مستوى دخله، بغض النظر عن مكان إقامته. يعني الفقير والغني واللي ساكن في حلايب وشلاتين أو ساكن في القاهرة لابد أن تكون هناك مسؤولية على المجتمع ومسؤولية على الدولة باسم هذا المجتمع في أن يتوفر له هذا العلاج. رأيي أن ده مش هيتم إلا إذا اعتمدنا مبدأ التأمين الصحي التكافلي اللي لازم يمتد ليغطي كل الفئات الاجتماعية التي حرمت من الدخول تحت مظلة التأمين الآن. أنا مؤمن بأن أول واجبات الحاكم زي ما تعلمنا القرآن أن يطعمهم من جوع ويؤمنهم من خوف. عاوزين أمن في هذا البلد، الأمن إرادة. إذا وجدنا رئيس جمهورية عاوز البلد دي تكون آمنة مطمئنة ستكون. ما عندناش نقص بالمناسبة في عدد القوات المسؤولة عن حماية الأمن ولا المنتمين لوزارة الداخلية ولا تجهيزاتهم ولا كفائتهم. عندنا نقص في إرادة أنهم يشتغلوا. السبب في ده رئيس الجمهورية. الأولويات العدالة الاجتماعية لدي، إعطاء فقراء مصر نصيبهم في ثروة مصر اللي حرموا منها طويلة. ده محتاج خطط طويلة المدى ومحتاج بلغة الطب جرعة رعاية مركزة مكثفة في الأول. في هذه الجرعة المكثفة في الأول أنا أعتزم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه، خفض الحد الأقصى ل 30 ضعف، إعطاء الفلاحين المصريين دعما، بداية إسقاط ديون الفلاحين عند بنك التنمية والائتمان الزراعي للحائزين لخمس فدادين فأقل، وإسقاط الفوائد عن اللي حيازته أكثر من خمس فدادين، إعطاء دعم بديل عن التضخم لأفقر الأسر المصرية، رفع الإعانات التي تعطى من الضمان الاجتماعي للمحتاجين والمعوزين وزيادتها في الموازنة من 2.5 إلى 7.5 مليار، وعمل إعانة بطالة، وبالتأكيد مع رفع الحد الأدنى للأجور هنرفع المعاشات. بلدي يا بلدي يا بلدي. زي ما شفنا أجزاء من مؤتمرات حمدين صباحي، طيب تعالوا بقى دلوقتي نشوف ده الحاجة الأهم، رأي الشارع كان إيه. بلدي يا بلدي يا بلدي. والله حمدين صباحي أنا شايف إن هو يعني راجل محترم شوية، ولو نجح ممكن نديله فرصته على الأقل يعني فترة حكم واحدة، يعني لو ادينا له فرصته خليناه يشتغل يعني كويس، والحاجات اللي احنا بنشوفها اليومين دول يعني محدش بقى يتكلم محدش يعمل بتهيألي ياخد فرصته يعمل حاجه كويسه. مش هينفع البلد عايز عشرين عايز حسني وعشرين عايز حبيب العدل تاني عشان شعب النمرود من الاخر. بلدي يا بلدي يا بلدي. وده كان راي الشارع في المؤتمرات وفي المرشح حمدين صبح، وطبعا كان في راي معارض وكان في راي ايجابي. توفيق لكل المرشحين المرشحين لرئاسه الجمهوريه 18 مرشح. دلوقتي خلينا نروح ونشوف رأي المحللين والخبراء السياسيين في برنامج حمدين صباح. بلدي يا بلدي يا بلدي. حمدين الحمد لله متقدم بشدة في محافظات كثيرة جدا، وعلى مستوى الوطن هو أحد الفرسان اللي بإذن الله يخوض انتخابات الإعادة. وأرى أن هروب المرشحين من أمامه في المناظرات يعني أنه قوي وأن لديه ما يقول لهم وعنهم. حمدين صباحي النهاردة أنا بقول كحملة وكداعم أنه رقم واحد، وبقول
شوفوا مين هيعين مع حمدين صباح. بلدي يا بلدي يا بلدي. وعايزين قبل ما ننهي حلقتنا النهاردة في فقرة فيها نوع من المرح والمزاحة وهي فيها نوع من الغناء برضو، ان حاجة جميلة عاملينها مرشحين ان هم علشان يأثروا في الحملة الانتخابية بتاعتهم ان هم يعملوا اغنية تلمس الشارع وتكون فيها جانب من انواع الغناء. وعلشان كده دفع المرشح اللي معانا النهارده حمدين صباحي ان هو يعمل اغنيه كانت باسم يا خالد. هو قبل الاسم كمان هو يمكن دوت نوع جديد من انواع الدعايه، وكان يمكن ظهر اكتر في انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى، بس يمكن بقى جت الدور كمان على انتخابات رئاسه الجمهوريه والاغنيه باسم عايزين رئيسنا صباحي. بلدي يا بلدي يا بلدي. بلدي يا بلدي يا بلدي. طبعا بعد كل اللي احنا عملناه وعرضناه من برنامج المرشح حمدين صباحي، بنتمنى نكون قدرنا نغطي لكم جزء كبير من برنامج الانتخابي. جزء كبير هيكون معلومات اللي هو كان عن طريق راي الشارع وراي الخبراء والمحللين السياسيين. وكده خالد انتظرونا مع حلقه جديده ومع مرشح جديد، وهنتكلم برضه عن برنامج الانتخابي وراي الشارع فيه من برنامج زعيم المحفوظ. زعيم المحفوظ. ماتت 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 شدي حيلك يا بلد، وماتت ماتت 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 شدي حيلك يا بلد، ان كان في ارضك مات شهيد كالف غيره بيتولد. ماتت 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 ماتت. بلدي يا بلدي يا بلدي.